أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أن برنامج مساندة الصادرات مفتوح لجميع القطاعات التصديرية عدا تلك التي تشملها القيود. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع وزير المالية أحمد جلال، وذلك لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والإجراءات المطلوبة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. من جانبه أكد وزير المالية أهمية تبسيط المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات لتعتمد على 5 معايير رئيسية، وهي حجم المنشأة ومساهمتها في نمو الصادرات والابتكار والروابط بين المنشآت، وأخيرا الحوافز القائمة حاليا التي تعتمد على نسبة القيمة المضافة أو المكون المحلي في الصناعات المختلفة. أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أصدر قرارا بإعادة تشكيل مركز تحديث الصناعة. عبد النور أوضح في بيان له أنه رعي في التشكيل الجديد لمجلس تحديث الصناعة والذي لم يعقد اجتماعاته على مدار العامين الماضيين، رعي ضمان التنفيذ الكامل لمختلف القطاعات والجهات ذات الصلة، وهو الأمر الذي سيسهم في وضع رؤية استراتيجية جديدة لبرنامج تحديث الصناعة خلال المرحلة المقبلة. قال وزير المالية السوداني علي محمود إن السودان خطى خطوات واسعة نحو إعفاء ديونه الخارجية، خاصة بعد أن قدم تصوره كاملا لكيفية علاج الديون الخارجية، وذلك بعد أن استوفى الشروط الخاصة كافة بإيفاء مستحقات الديون. وأكد وزير المالية السوداني أن المؤشرات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وصندوق النقد كانت إيجابية. تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السوداني شارك مؤخرا في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بنيويورك لبحث إعفاء ديون دولتي السودان الخارجية التي تتجاوز 42 مليار دولار. أعلنت السلطات السعودية أنها ستقوم بتطوير المشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفات لاستيعاب 7 ملايين حاج بتكلفة تبلغ 200 مليار ريال أو ما يوازي أكثر من 53 مليار دولار. عملية التطوير تتم على مرحلتين تبلغ تكاليف الأولى منها 100 مليار ريال سعودي، وتضمن أنظمة المباني التي سيتم إنشاؤها للمحافظة على روحانية المناسك في المشاعر المقدسة. أظهرت بيانات رسمية أن النمو الاقتصادي السنوي للصين تسارعت وتيرته إلى 7.8% في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو أسرع معدل نمو هذا العام. بهذه النتائج يصل معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 7.7%، وهو ما يعني أن الصين قد تنجح في تحقيق معدل نمو سنوي خلال العام الحالي ككل يتجاوز المستهدف منذ العام الماضي، وهو 7.5% من إجمالي الناتج المحلي. أظهرت تقديرات وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أن الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأمريكية ووضع مئات الآلاف من الموظفين في إجازة غير مدفوعة الأجر كلف الولايات المتحدة 0.6 نقطة من نموها الاقتصادي في الربع الرابع من العام، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستخسر 24 مليار دولار من عائداتها بين أكتوبر وديسمبر وفقا لتقديرات الوكالة. من جانبها خلصت وكالة موديز إلى أن اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين جنب البلاد كارثة، متوقعة تراجع النمو الأمريكي خلال الفصل الأخير بنصف نقطة. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن أزمة الميزانية التي استمرت لأسابيع وانتهت باتفاق وقتي جنب واشنطن التخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية بما فيها سداد الديون، وأضر بمصداقية الولايات المتحدة واقتصادها. لنكن واضحين، لا يوجد أي رابح هنا. الأسابيع الأخيرة ألحقت باقتصادنا ضررا دون أي مقابل. لا يوجد شيء على الأرجح يضر باقتصادنا ومصداقيتنا في العالم سوى المشهد الذي عشناه في الأسابيع الأخيرة، والتي أضرت بأصدقائنا وأفادت أعداءنا.
في بريطانيا أضرب الآلاف من المدرسين عن العمل، ما تسبب في غلق نحو 3500 مدرسة في أنحاء البلاد، رافعين لافتات في شوارع العاصمة لندن منددة بالحكومة. ويحتج المتظاهرون من المدرسين ضد قرارات تقضي بتقليل الرواتب والمعاشات والخدمات العامة. يذكر أن أكبر نقابتين للمدرسين في المملكة المتحدة نظمتا تلك التظاهرات، لافتين إلى خيبة أملهم في القرارات الحكومية التي لا تحمي ظروف واحتياجات المدرسين. إلى هنا مشاهدينا انتهت وقفتنا الاقتصادية، لكن بانوراما الثالثة ما زالت مستمرة مع ليلى عمر وأيمن السيد. شكرا جزيلا لك شهاب على هذه القراءة الاقتصادية. اعتذرت المملكة العربية السعودية عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن الدولي حتى يتم إصلاحه وتمكنه فعليا وعمليا من أداء واجباته. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن ازدواجية المعايير الحالية تحول دون قيم المجلس بتحمل مسؤولياته لإنهاء النزاعات والحروب. عقب انتخابها للمرة الأولى في تاريخها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، اعتذرت المملكة العربية السعودية عن عدم قبول عضويتها، مشيرة إلى ما وصفته بازدواجية المعايير التي تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته لإنهاء النزاعات والحروب. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن إخفاق مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم العالميين أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم واتساع رقعة مظالم الشعوب واغتصاب الحقوق وانتشار الصراعات في أنحاء العالم. كما قالت الخارجية السعودية إنها لا تستطيع قبول المقعد حتى يتم تطبيق بعض الإصلاحات في مجلس الأمن، رغم أنها لم تحدد نوعية الإصلاحات التي تريدها. لكن البيان السعودي أشار إلى عدد من القضايا التي أخفق مجلس الأمن الدولي في حلها طوال سنوات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ظلت دون حل عادل طوال أكثر من 6 عقود، والقضية السورية المستمرة منذ أكثر من 2.5 عام والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء. وتأتي الخطوة السعودية بعد أقل من شهر من إلغاء المملكة كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كان من المقرر أن يلقيها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ما يشير إلى قدر كبير من الإحباط لدى المملكة من التقاعس الدولي حيال سوريا. ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، منها 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقد الفيتو، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، إضافة إلى 10 دول غير دائمة العضوية وليس لها حق النقد. الخطوة السعودية تأتي لتعزز من دعوات إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بحيث لا يظل قاصرا على الدول الكبرى والتي كثيرا ما تقدم مصالحها الخاصة على المصالح العالمية والأمن والسلم الدوليين. قتل مسلحون مجهولون قائد الشرطة العسكرية الليبية أحمد البرغاثي أثناء مغادرته لمنزله في مدينة بني غازي بشرق ليبيا لأداء صلاة الجمعة. أوضح مصدر أمني أن البرغاثي أصيب بعدة طلقات نارية قبل أن يتم نقله إلى مستشفى، حيث توفي متأثرا بجروحه. يشار إلى أن مدينة بني غازي الليبية تشهد موجة من أعمال العنف من جانب مجموعات مسلحة. قتل 12 عسكريا وأصيب 6 آخرون في هجوم على نقاط أمنية وعسكرية جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر أمنية إن الهجوم استهدف مقرا لقيادة اللواء 111 في الجيش اليمني في محافظة أبين الجنوبية، مضيفة أن من بين الجرحى قائد اللواء. يأتي الهجوم غداة هجومين نفذهما مسلحون في محافظة البيضاء المجاورة. قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابليه أن بلاده تتعامل بحذر مع المقترحات التي قدمتها إيران للمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وأنها تنتظر مقترحات ملموسة. ويعد رد الفعل الفرنسي هذا الأول بعد 2 يوم من المفاوضات في جنيف الثلاثاء والأربعاء الماضيين بين وفد إيراني وممثلين عن الدول 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن. وقد أعربت روسيا عن تحفظاتها، مشيرة إلى عدم وجود ضمانة بتقدم لاحق، في حين وصفت الولايات المتحدة المفاوضات التي أجرتها إيران بأنها أكثر المحادثات جدية وصراحة على الإطلاق. اعتقلت الشرطة الهندية طاقم السفينة الأمريكية التي كانت محتجزة منذ الأسبوع الماضي قبالة سواحل ولاية تاميل نادو الهندية.
كان خفر السواحل في الهند قد احتجزوا السفينة يوم السبت الماضي، وتمت مصادرة 31 بندقية هجومية وأكثر من 5000 طلقة ذخيرة كانت على متنها. وقالت الشرطة إن السفينة لم تحصل على تصاريح خاصة بنقل أسلحة قبل دخولها المياه الهندية. وتتبع السفينة شركة تقدم خدمات أمنية بحرية للسفن ضد هجمات القراصنة، ويتكون طاقمها من 35 فردا. قال إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي الهارب إلى روسيا إنه لم ينقل أي وثائق سرية إلى موسكو. وأكد سنودن أنه لم يكن باستطاعة مسؤول الاستخبارات الروسية والصينية الاطلاع على الوثائق الأمريكية السرية التي كانت بحوزته، وأضاف أنه سلم جميع الوثائق التي حصل عليها خلال عمله في وكالة الأمن القومي لصحفيين خلال الفترة التي قضاها في هونغ كونغ قبل توجهه إلى روسيا. ارتفعت حصيلة ضحايا أسوأ زلزال يضرب الفلبين في عقبين إلى 171 قتيلا ونحو 400 جريحة، في حين لا يزال نحو 20 شخصا على الأقل في عداد المفقودين. يأتي ذلك بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن باقي المفقودين تحت الأنقاض، بينما يقوم عمال طوارئ بالإسراع في توزيع الغذاء والإمدادات على الناجين. وقد تضرر أكثر من 3 ملايين شخص جراء الزلزال الذي دمر آلاف المنازل والمستشفيات والكنائس التاريخية والمباني الحكومية والأسواق العامة.